السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجات غريبة بتحصل في كرة القدم والتحليل والنقاد، يعني مثلا لما تلاقي الناقد الكبير الدكتور علاء صادق يقول لك إن الأهلي اتظلم أمام فيوتشر، يعني الماتش أنت لما تتفرج عليه الحكم فيوتشر اتطرد منه واحد واتطرد منه وبيلعب ناقص من أول المباراة، وسعد سمير ما تعرفش إن هو بيلعب مع فيوتشر ولا بيلعب مع النادي الأهلي. يعني الماتش اللي فات في الدوري بتاع السنة اللي فاتت سعد سمير بيعمل اسيست للنادي الأهلي بيثبت وجوده حبا معرفش ولا ايه في النادي الأهلي، عشان يرجع بقى بعد ما يخلص كورة يمسك له برنامج ولا اتنين مع النادي الأهلي. وبعدين النهاردة تلاقي سعد سمير الماتش بيخلص بيمسك لاعب بتاع فيوتش بتاع الأهلي عشان ضربة جزاء تتحسب للنادي الأهلي، والحكم ما كانش يبص لك حاجة. يعني انت علي معلول خد الكره يلعبها كورنر، رايح يلعبها كورنر، يعني من لعيبه الاهلي ما فيش حاجه، لان الكوره ما جاتش للاعيب اللي سعد سمير بيهزر معاه ولا بيشده ده خالص. ولكن سعد سمير عارف ان الفار بيصور وعارف ده بيصور وكل حاجه، والفار مستني مستني اخر لقطه، مستني اللقطه يحسبها. النادي الاهلي، النادي الاهلي لنجومه 99% بيلعبوا في المنتخب مصر ومش عارف ايه الامكانيات دي كلها وجماهير، وبرضه التحكيم تقول لي يا عم علاء صادق انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه يا عم علاء صادق؟ تعالى بقى احسب لك بقى يا عم علاء صادق، تعالى شوف بقى، تعالى شوف بقى مباراة الاسماعيلي، شوف اللي بيحصل مع النادي الاسماعيلي بس، مباراة الاهلي والاسماعيلي كان في افتتاح الدوري، فاكرها طبعا، فاكرها طبعا. ايه اللي حصل فيها؟ محمد حسن بيخترق من نص الملعب ورايح على الجون وبينه وبين الشناوي مفيش حاجز. قالوا ديانج بيعرقل محمد حسن في فاول تكتيكي لانهاء الهجمة عشان هدف محقق. طيب قال له ديانج ده مش حيته يطرد؟ ما طردش ليه؟ تعالى بتكلم على التحكيم بقى وان الاهلي اتظلم. طيب في نفس الشوط من المباراه الاهلي والاسماعيلي كريم فؤاد بيدخل دخله عنيفه على باسم مرسي انقل رجله ما بياخدش فيها انذار، الفار حتى ما بيناديش على الحكم والحكم بيطنش وما تحسبش حاجه خالص، حاجه خالص. ده بالنسبه للنادي الاسماعيلي. تعالى في مباراه الاسماعيلي وسموحه ضربتين جزاء في الشوط الاول الفار ما قربلهمش ما عادهمش، اللعيبه بتنادي وخايفين بقى ايه، ما انت عملت قانون، قانون بيقول لك ايه لو احتج ثلاثه او اربعه يعني حوالي اربعه ولا حاجه يتوقع غرامه على الفريق او على النادي كذا، واحنا مش فاهمين الغرامات، وفي الاخر هتحسب اللي تحسبوه تمام قوي. وفي نهايه الشوط برضه لمسه يد داخل منطقه جزاء سموحه ما بتتحسبش، وباسم مرسي عمال يزعق لوحده يا عم ضرب ما اتحسبتش ضربه جزاء، ده مش ظلم ولا مش ظلم؟ تعالى يا عم، طب اجي لك، تعالى 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 في ماتش، في ماتش فيوتشر، في ماتش فيوتشر الجون الاولاني اتحسب اوفسايد، مش هنتكلم عليه خليها اوفسايد والخط مش عارف، مش احنا اللي ماسكين الخطوط بقى، ما الحكام بقى اللي ماسكينه، الحكام مع الاهلي ولا مع الاسماعيلي ولا مع الزمالك، شوف بقى انت بنحسبها بقى. وياو انور النجم بتاع الاسماعيلي اللي ظهر في الفتره الحاليه دي بيجيب جون خرافي وبنحتفل بالجون بتاع خلاص، طب سيبني اخي نفرح بالجون شويه كده، لا الفار تعالى، لا ده في فاول من اول امبارح واتحسبت لفيوتشر، فاول من عند مين؟ من عند جنش من هناك. طب يا عم خلاص انت حسبت ديك فاول. طيب في ماتش الاسماعيلي وبيراميدز، ماتش الاسماعيلي وبيراميدز ايه اللي حصل؟ الجون الثاني فاول من نص الملعب للنادي الاسماعيلي، الكره بتمشي وبعديها بتكه بتدخل جون، اللعيبه يا حكم ارجع يا فار كاني وماني ما بتتحسبش، ده ظلم ولا مش ظلم؟ يعني ده ظلم ولا مش ظلم؟ ما انا عايز اقول لك حاجه، يعني يا عم علاء صادق انت بتتكلم في ايه؟ الاسماعيلي يعني شربه من كعانه، ويعني انت في مخطط، لكن انت تيجي تقول لي اتظلم في ايه يا عم؟ الاهلي اتظلم في ايه في ماتش فيوتشر؟ فريق بيلعب كامل وفريق بيلعب اصلا فريق نجوم المنتخب، وبعدين انت طرد من الفيوتشر واحد وخلاص انت داخل على ماتش وضرب الجزاء في اخر في اللحظات الاخيره، اللاعب ما كانش مشارك في الكوره، ما كانش مشترك في الكوره، ده حتى يوم ما تتحسب ممكن تتحسب ياخد ضربه حره غير مباشره، وسعد جميل سعد سمير مش عارف بيجامل ولا بيعمل ايه، ولكن التحكيم مع الاهلي ولا ضد الاهلي، انا عايزك تحكم باللي انا بقوله ده، عايزك تحكم، لازم نقعد بقى. لكن صوت الاعلام بتاع الاهلي عالي، صوت الاعلام الاهلاوي عالي، لكن صوت الاعلام الاسماعيلاوي ولا مجلس اداره الاسماعيلاوي الاسماعيلي ضعيف. التحكيم مع مين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم.